السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. أبو جهاد، مرحبا بك. لازلنا ندور في أوار الحرب الأهلية اللبنانية. في ديسمبر عام 75 وقعت أحداث هائلة حيث قتل 300 مسلم فيما عرف بيوم السبت الأسود، واجتاحت الحركة الوطنية قلب بيروت ونهبت الفنادق، وكان هذا تحولا في الانزلاق النهائي قبل الحرب بعد عدة محاولات لوقف إطلاق النار بين الموارنة وبين الحركة الوطنية والفلسطينيين. طبعا في بداية يناير 76 أو في 3 يناير تحديدا حوصرت المخيمات في تل الزعتر و جسر الباشا وطبية، وعرضت حياة 150 ألف شخص للخطر. ولكن سأبقى في إطار ديسمبر 75 حيث معركة قلب بيروت التي قيل أنك لعبت فيها دورا أساسيا ودورا هاما. كيف انزلقت الحرب إلى هذه المعركة، وما هي طبيعة الدور الذي لعبتموه مع الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية الأخرى في تلك الفترة؟ يعني كما قلت في السابق أن الوضع في لبنان هو وضع مشحون تاريخيا منذ الاستقلال، يعني ودائما جاهز للتفجير. يعني لذلك فجرت وإحنا وصلنا لديسمبر 75، يعني تسارعت بشكل صار من الصعب السيطرة عليها. يعني إذا بدنا نأخذ المسرح السياسي اللي كان موجود، كما قلت في أحزاب لبنانية متحالفة معنا، هذه الأحزاب قسم منها يمكن متأثر في العراق، والعراق كان ضد سوريا في ذلك الوقت. أيضا في بعض اللبنانيين من هذه الأحزاب أنه يجب أن تنتهي الحالة الماضية في لبنان وأن يكون الموارنة هم يقودون لبنان، فلذلك يجب أنه والله أن يهزموا. وكانوا بيعتقدوا هؤلاء الناس أنه ممكن يتم هزيمة الموارنة والوصول إلى جونيا وإسقاط الموارنة. سوريا كانت حذرة جدا، كانت تشعر بالخطورة وكانت تدرس المسرح السياسي في الأرض اللبنانية وهذه الرمال المتحركة. لذلك في 74 و75 طرح الرئيس حافظ أسد دعانا إلى دمشق وطرح الوحدة بين سوريا النضالية مع الفلسطينيين. كان هو يهدف طبعا إلى أمور متعددة. أولا طمنا أنه أنتم لن تكونوا وحيدين ولن يحدث ما حدث معكم في الأردن، لأنه إحنا سنكون معكم في هذا الموضوع. هو أراد أن يعني يحد من اندفاع الناس باتجاه الحرب الأهلية، لأنه بدأ القوى المارونية تتصل بالإسرائيليين، والوجود الإسرائيلي صار في جونيا وفي الأشرفية شيء عادي. أيضا بدأ يشعر أنه نتيجة خلافه مع السادات، بدأ أنه والله ممكن السادات يساعد في خلق مشاكل لسوريا في هذا الموضوع. وإحنا اتجاه كنا نرى أنه هذه مثل هذه الحرب تبعدنا، ولكن مثل ما حكيت أنت ما شفنا إلا يوم الثلاثاء الأسود هذا مجزرة تنعمل في منطقة المرفأ ووسط بيروت ويقتل المئات من هذا. السبت الأسود عارف. فصارت الناس تقتل على الهوية، هذا أحمد ولا محمد وهذاك جورج. ما عاد أصلا حرب ذات قيم أو ذات أخلاق. هم أنا أريدك أن تفصل لي معركة قلب بيروت تحديدا. هذا هو مثل ما حكي أنه إحنا ما أردنا أنه ندخل في هذه المعركة، غيرنا دخل وجاب قواته ونشرها بمناطق الشياح والرمل الظريف وإلى آخره، يعني كل هالمناطق المسيطرة. القوى الانعزالية بدأت تطحش يعني أو تحقق مكاسب. أخذت طبي هذا المخيم، أخذت كارنتينا النبعة، حاصرت تل الزعتر، دخلت بعدين منطقة البرج للفنادق اللي هي تعتبر من المناطق الغربية. نعم. ومنطقة القنطاري، وبدأت تقنص وتسيطر على شارع الحمراء. هون احنا وقعنا رغم ان عددكم كان اكبر من المفترض.
من المفترض ان اعدادكم اكبر من عدد اعداد، بس مثل ما قلت لك هم عم يقاتلوا دفاع عن نفس، وهون دخل الاسرائيلي في دعمه في السلاح والعتاد للموارنة، عارف كيف، في هذا الشأن. فهون اصبحنا احنا مجبرين، فسحبنا احنا 600 مقاتل من مقاتلين اللي كانوا يقاتلوا الاسرائيليين الى بيروت. أنا لكن بس عشان إسرائيل، مناحم بيجن رئيس الحكومة أعلن في حوار نشرته مجلة تايم الأمريكية في 14 أغسطس 79 عن أن الميليشيات المارونية تلقت من إسرائيل عام 76 دعما ماليا مقداره 100 مليون دولار أمريكي، وأن هذا الدعم تضمن 110 دبابات، 5000 رشاش، 12000 بندقية، وتدريب 1500 رجل ميليشيا في معسكرات جيش الدفاع الإسرائيلي. فنحن بدأنا نشعر أنه كأن المعركة واحدة في الداخل، يعني على حدود فلسطين أو في خلفنا في بيروت، وبدأت بيروت الغربية مهددة بالسقوط بصراحة، يعني منطقة رأس بيروت. فأحضرنا هؤلاء المقاتلين ووضعناهم في الضاحية الجنوبية من بيروت. عددهم قد إيه تقريبا؟ 600 تقريبا. كلهم من تنظيمك أنت؟ من تنظيمنا إحنا لوحدنا. بترتيب مع عرفات رتبت هذا؟ لا، بس لأنه أنا طبيعتي ما بحب هذه اسمها القوات المشتركة، العمليات المشتركة. كان عدد قواتك الموجودة داخل بيروت قد إيه؟ كانت ميليشيات هذيك، أما التابعة لك أنت. إيه؟ أما مقاتلين هؤلاء أتوا من الجنوب. الميليشيات كان عددها قد إيه؟ هاي بكل حي وبكل منطقة مرات أنت بتوزع 2000 بندقية بس، أما يعني شو فعاليتهم ما بتقدر تعرف. لكن كمقاتل مدرب، أما مقاتل أدخلنا إلى بيروت في شهر 10 أو أكتوبر 11 أو نوفمبر، وعسكرنا في الضاحية. لكن هلأ معركتنا في بيروت مختلفة عن معركنا مع الإسرائيلي، يعني تكتيكاتنا مختلفة. الآن حرب شوارع، الآن حرب شوارع ومباني، وهم مسكوا القوى هاي الانعزالية اللي نسميها، مسكت مواقع مهمة جدا، يعني فنادق كبيرة جدا من 40 طابق، مثل هوليدي إن، الفينيسيا، الهيلتون، يعني نورماندي، يعني مواقع مهمة كتير كتير، يعني برج المر آخر، يعني مو سهل يعني. فقعدنا 20 يوم 25 يوم نعطي محاضرات كيف قتال الشوارع. منين جبت نظرية قتال الشوارع؟ مثل ما قلت لك، الحاجة إما الاختراع أولا. النقطة الثانية، إحنا كنا دائما، وكانوا بيعرفوا الأخوان في المقاومة، لدينا معسكرات التدريب كانت معسكرات مثالية. لكن هناك نظريات عادة أنت كنت بتنهاج نظريات، فإحنا هلأ أمام واقع جديد. أي تجربة سبقة وسعيت لتطبيقها؟ حرب الشوارع حصل عنا في عمان وفي دوار مكسيم، عندما صدينا توغل الجيش الأردني ودمرنا الدبابات اللي على دوار مكسيم. لكن هذا الموضوع راح، أما هلأ نحن أمام شيء جديد. لكن أنا أريد لك من التاريخ، من المصادر العسكرية، من المعارك السابقة، ما هي مصادرك أو الأشياء التي استندت فيها في وضع نظرية حرب الشوارع في بيروت؟ يعني مشان أكون دقيق، والله الحاجة أم الاختراع، يعني أنا صرت أقوم باستطلاعات، فأردت أنا أنه أخذ قطاع في بيروت ما موجود فيه أو في قلة من الناس، لأنه ما بريد أنا اختلاط قواتنا مشان ما الناس يتحملوا المسؤولية أنه والله لا هذا هرب، لا هذا قاتل، لا هذا شيء. فأخذنا هالمناطق الصعبة اللي كانت الناس بتخاف منها. هل صحيح إلى تلك الفترة كان عرفات يقوم بدور الوسيط ولم تدخل فتح إلى تلك الفترة دخول قوي في الحرب؟ إحنا ما بنقدر ننكر أنه عرفات لم يقطع علاقته مع هذه القوى ويحاول أن يهدئها منذ دخولنا للبنان، الخطوط دائما مفتوحة. بس أما كل الناس حطت ثقلها لما سقط الضبي والكارنتينا وجسر الباشا وإلى آخرها، يقولون هو وضع ثقله بعد محاصرة المخيمات. عم أقول لك بدليل فتح محصر المخيمات كان في 3 يناير 76، قامت بفتح طريق الدامور والسعديات، هم القوة العسكرية الفتح، وكان يقودها الشهيد سعد سايل. كيف في الموضوع؟ فإحنا أخذنا هذه المنطقة اللي بسموها القنطاري في مواجهة هذه القوة الكتائبية الشمونية مع جيش بركات.
لم يكن قدرت موقف وحجم القوات طبعا الأخرى. كان تقريبا حجمهم قد ايه؟ هم كانوا اكثر منا عددا وتسليحا، يعني اذا انتم 600 مقاتل يعني هم كان هذه المنطقة، لانه هذه المنطقة مفتوح امدادها لهم. يعني مثلا الجية والسعديات والاخره، والعمق الاستراتيجي لهم كبير كبير، وبئذر هاي جيوب محاصرة. يعني مثلا والله اسقطوا مخيم طبي لانه موجود في مناطقهم وكله حوله. انا حاولت كثيرا ان افهم الحرب على الارض يعني من خلال المصادر المختلفة، ومع بعض الذين عاشوا الحرب حاولت ان افهم منهم، حتى كانوا يقفوا بي يقول هذا كان شارع تماس وهذا كان كذا. طبعا كان تصور الامر صعب للغاية. هو مثل ما قلت لك، يعني قتال الشوارع والمدن اذا ما اتبعت انت التكتيك مفاجئ لخصمك واللي عم بتقاتله وباساليب، بدليل هذا شارع الشياح عين الرماني بقي خلال كل هذه الحرب وعرضه 15 متر لم نستطع هذه القوات تتجاوزه باتجاه عين الرماني. يعني تحت عليه في قرى للمارونية السياسية بدادون وبسوس والآخر والكحالة، عملوا هجومات متعددة عليها رغم التفوق بسموه التعبوي لنا، ما تم اسقاط هذه المواقع. احنا لجأنا الى تكتيكات جديدة ومفاجئة. اهمها يعني اهمها هي اولا عملية الخرق والالتفاف. كيف؟ يعني كنا نمسك وين نقطة ضعف معينة. يعني مثلا أول شيء كان عندهم قلاع كبيرة مثل هوليدي إن اللي هلأ موجود، وهذا كان لازال لم يعمر إلى الآن. ايه، وهذا كان مزعج، مبنى ضخم للغاية ومحصنينه. تمت محاولات متعددة لاستعادته لأنه هو ماسك عقدة مواصلات متعددة وحاطين عليه رشاشات 512 و7 وقناصات وشغلاتها. احنا جينا بدأنا قلنا اول شيء لازم نسقط الهوليدي ان وفينيسيا، هذا الفندق اللي جنبه، لانه هذا اذا اسقطناهم من من بنربح حالة معنوية عليهم انه والله شو هذا القلعة اللي احنا تكشف المنطقة كلها، تكشف هالشيء هذا. فبالعادة كانوا الاخوان يعني في الحركة الوطنية او الفصائل الأخرى تواجه وتحاول تدخل على هوليدي إن من أماكن ضعيف، يعني أماكن قوة للخصم. أنا جيت دخلت على هذا على فينيسيا من منطقة هم ما ممكن يتوقعوها، وحفرنا وفتحنا ثغرة في الجدار، يعني مش من البوابات، فتحنا ثغرة عرض متر ونص بارتفاع مترين بالإسمنت المسلح بالمتفجرات، ورأسا دخلنا في داخل من هالثغرة هاي من الخلف. من الخلف من الشارع الصغير الضيق. ايه، من شارع ضيق ولا يمكن هم يتصوروا وما عندهم قدرة لتغليق هالمنطقة هاي. ورأسا اندفعنا الى داخل هذا الفندق، وكانت هذه الثغرة في الطابق الرابع تحت الارض. ايه صور طابها. وكيف وصلتوا ليها دي منين؟ من هالثغرة هاي، يعني الثغرة مواجهة، يعني عملتوا ثغرة في الطابق الرابع تحت الأرض. تحت الأرض عارف. ودارت معركة شرسة كثير بينهم. كنت تقود أنت المعركة بنفسك؟ كان معك كم مقاتل تقريبا؟ بهذه العملية كنا عبارة عن 20 شاب بس، فقط لغير بقيادتك أنت شخصيا. ما حبيت أنا أنه والله أنه نظهر في حشود وكذا. سلاحكم كان إيه؟ عبارة عن البنادق والمعدلات يعني. بس هذا اللي هي والقنابل اليدوية. هم القوى الانعزالية فوجئت في هذا الموضوع ودارت المعارك في الطوابق بيننا وبينهم، وأنا أصبت يوميتها بطلقة في ركبتي في فخذي فخذ. يعني ضمضت الجراح وتابعنا لحتى نظفنا الفندق. استغرقت المعركة قد إيه؟ أه؟ استغرقت معركة الاستيلاء على الفندق قد إيه؟ مع آخر ضوء كانت يعني في الليل يعني. يعني ايه مع اول العتمين لوجه الصباح لحتى استطعنا احنا. في قوات امداد جاءت لهم لكم انتم بعد ما دخلنا احنا؟ طبعا سيطرنا بعدين على بوابات، دخلنا قوات. وهون لم يكن احد لا من اللبنانيين
ولا من الفصائل الفلسطينية. وعلى شاهد العصر في أحد الأشخاص، لا أريد أن أذكر اسمه، أنت قابلته، تبجح أبو داود، تبجح بهذا الموضوع، وكأنه أحمد جبريل كان ضابط هندسي يعني، وهو آخر من يعلم، ولم يكن له دور. لا، المصادر كلها تذكر دورك، حتى الإسرائيلية في هذا لك يعني ليس لهم. فرأسا دخلنا 100 واحد بين فينيسيا والهيريدي إن، وارتحنا هناك، وانقتل أعداد كبيرة منهم يعني، الجثث كانت موجودة بالعشرات، صورت في بعض الكتب يعني، وكثير من المصادر عشرات في حتى القناصة يعني، حتى بالذات أنا النزف اشتد في إجري، أخذت شب معي مرافق لمدير مكتبي أبو نضال يعني، ورحت على المستشفى. الآن سيطرتم، تمكنتم من السيطرة يعني، سيطرنا، بس خايف أنا من هجوم معاكس على الهوليدي إن وعلى الفينيسيا، على الفينيسيا بس أنا. هذا كان في ديسمبر، في ديسمبر 75 تماما. ف رحت على المستشفى البربير، أنا صورتي ما حدا بيعرفها هذاك الوقت، مجهول، بيعرفوا في اسم فلان بس أما ما حدا بيعرف. دخلت على المستشفى وأنا شاب مرافق في الصباح. أه؟ في الصباح؟ لا لا، بالمساء، لأنه اشتد النزف. لهالموضوع المعركة كانت نهارية؟ لا، ليلية. ليلية، نعم. إيه ليلية، بس إحنا سيطرنا يعني، إجت الساعة 3-4 الصبح كنا سيطرنا مع أول ضوء يعني. مع أول ضوء سيطرنا، هالنزف حط أربطة وإلى آخره. وخايف أنا أترك قبل ما ننتهي المهمة تفشل بصراحة. فذهبت للبربير ودخلوني يعني على 100 مقاتل أنهيت المعركة. طبعا سيطرنا على هذا، وفي نادي اسمه نادي الضباط كان، هلأ هدموا نادي الضباط الهوليدي إن الفينيسيا. وصار سان جورج ساقط، لأنه صار ورانا تحت مرمى النيران، ورانا في الموضوع. ففي المستشفى كده قطعت الطريق تماما على القوى. لا ما يعني، أنا أردنا أنه هذه كانوا يعتبروها قلاع، فهل قلعة كبيرة يعتمدوا عليها؟ لما أنت تحتلها وتأخذها منهم معنويا، بترفع معنويا هم سينهاروا في الماضي. وأنا مرتب أنه في اليوم الثاني ما أعطي راحة، نتابع ونستغل الانهيار المعنوي الموجود في الشعب يعني. ذهبت للضم الضل، الجراح طلبوا مني المستشفى بتخدير، ما بقدر اتخدر انا ولا روحه، قلت له. فكان الطلقه شاقه الفخذ كله، ويظهر حارقه كمان، حرقه يمسكوا يخيطوا يفلت الخيط مع الكيف. قالوا بدك تنام، قلت له ضم ضلك يا اخي، انت شو بدك الموضوع، وعدت لأنه خفت بدون بنج، بنج موضوع يعني. بس خيط لك ورجعت. خيط لك ورجعت. خيط أركب وحطيت هال، ورأسا رجعت مشان ما يصير، تعرف دائما القيادة مهمة في المعركة. ومثل ما توقعت صباحا قاموا بهجوم معاكس هم لاسترداد المواقع، فشلوا وأوقعنا فيهم خسائر. كنت وقتا محضر أنا أيضا سرية تلتف من خلفهم. قد إيه عددهم؟ سرية بحدود 100 واحد. وهي توجهت إلى يعني منطقة اللي هي باتجاه فندق الهيلتون. هلأ إذا بتروح بتشوفوا لسه، هلأ ما عمروا بيعيدوا تعمير لي، ومبنى هلأ بتذكر اسمه كبير، سوق تجاري موجود هناك. حتى اقطع عليهم الطريق، هم حاطين متاريس في الطرقات، نعم، اسمنتيه متاريس، وقاعدين حاطين رشاشاتهم. احنا نيجي شو نفتح ثغرات في الابنيه من مبنى لمبنى بالمتفجرات، وندخل من مبنى لمبنى لمبنى وما يشوفونا الا صرنا ورا المتاريس تبعهم. فيفاجئوا هم، ما كانوش ينتبهوا لقوه التفجير، معركه قايمه، فمش عارف ده اللي بيحصل. وانا شو بعت يعني، فجروا وعباره مشان ما يصير قنص لا شيء، من مبنى لمبنى لمبنى، وانا التف عليهم من الخلف. لا من الخلف، تقطع خطوط الامداد وتحصروا وتسقط المتاريس اللي كانوا عاملينها. والله اذكر جيدا انه ما كان يعني بنيتنا احنا ايقاع خسائر كبيره يعني، حرب قذره، ما كنا متشجعين، كنا مجبرين على هذا الموضوع. انه اجيت ولا
فتحنا ثغرة هيك ولا المتراس تحت منه وعشرة. إجا شاب بده يمسك قنابل يدوية من عنا يرمي معي، كنا شي ستة سبعة يعني فاتحين. قلت له لا. فتحنا الشباك وصرخت عليهم بصوت قوي جدا، يا كلاب يا كذا لا أخربنا هلا نذبحهم. تركوا أسلحتهم ضلوا هربانين، يعني نوع من الحرب المعنوية. كنت نحضر سيارات وعليها ميكروفونات تتحدث معهم لهالناس، يعني استخدمت الحرب النفسية مع السلاح. الطرق والشوارع في شوارع رئيسية أساسية. طبعا أنا عمال أتخيل المنطقة الآن، وكل من يعرفها يتخيلها. وممكن تسأل الناس اللي هناك لا يزالوا يتذكروا هذا الموضوع. هذه الشوارع الرئيسية رأسا نمسك من أثواب هناك منطقة تجارية، أثوابها القماش هاي، ورأسا واحد يأخذ حبل ويروح على الطرف الثاني من الشارع يسحب ثوبها القماش يصير ستارة من هون لحتى أنت تحط كياس الرمل لحتى يصير القناصة ما تقدر هالشي هذا. فندق هذا الهيلتون دخلنا عليهم من فتحات التهوية وعاملينه قلعة من القلاع. فتحات التهوية كان في مبنى قريب لهم اسمه لسان الحال، جريدة لسان الحال. دخلنا من هذا المبنى، فيه عبارة عن 10 متر بين هالمبنيين، ففي فتحات للتهوية كبيرة بعرض بقطر متر منها، وفتنا وكانوا قاعدين هم وحتى معهم فتيات ودارت المعركة في موضوع يعني عكننتوا عليه. وتابعنا القتال وهم كانوا يقوموا بهجمات معاكسة. وإذا بترجع هلا للأرشيف النهار كميل شمعون حاكي بكل وضوح بهالشيء، قال إن أحمد جبريل يقاتلنا بالطريقة الفيتنامية، يسقط منه المقاتلين يدوس على مقاتل. وهذه حقيقة، احنا خسرنا 60-70 شهيد و200 جريح من 600، يعني مو شغلة بسيطة. ظلينا متابعين لحتى وصلنا إلى الحوض الخامس أو السادس، اسمه آخر حوض للميناء بيروت، وأخذنا كل المناطق الفنادق والسوق التجارية والبنوك. لا البنوك ما عندنا محدودة، هذولاك ناس آخرين اتجهوا للبنوك. احنا لا، خلينا هرجع لك احنا لا احنا ما عندنا، ما في منطقة فيها بنوك. المناطق اللي فيها بنوك هي منطقة وسط بيروت من جهة ايضا لم تكن الزريف. كانت ضمن المعركة ايه، بس هذا احنا ما قاطعنا هذا، لا البنك البريطاني ولا بنك مغرب. يقولون أنكم أنتم الذين نهبتم البنوك، يعني ما صحيح الكلام، ما هو دقيق. إحنا لم يكن ما هوش دقيق في يعني فيه بس في نسبة يعني عم أحكيك أنا، ما هو بدي أكمل لك يعني كيف ما. الوضع يعني. وما كنا نتلفت مع أنه منطقة غنية للغاية هيك. وحتى وصلنا يعني القماش عملته ستاير على ساحة البرج. هلا إذا بتروح أنت لبيروت اسمك بيروت تزورها، شوف من وين بدأنا وتصورها. رقعة كبيرة، هذا كله دخل اليومين بس. لا 25 يوم 25 يوم أركي. وقاموا بهجمات معاكسة. هلأ إذا بترجع للأرشيف وبقول لك أنا بعدين داني شمعون شو حكى، قرعوا الأجراس الكنائس في المناطق الشرقية بكسروان أنه تعالوا لك يا جماعة، هذا مو جيب محصور، جيب مفتوح، يعني إمداده سهل. وكان بشير جميل في المعركة أركي، وبركات يعني وجه لوجه احنا وياهم، اوقعنا فيهم خسائر كبيره. وفنون قتالهم لم يعهدوها يعني في السابق. لو وصلنا الى ساحه البرج واصبح امامنا المركز الرئيسي للصيفي، الصيفي على الطرف الثاني من البرج، ساحه البرج او ساحه الشهداء. انا اشتد الالم باجري وصارت تطلع ريحتها عفن حتى، وانا والممرض اللي معي هو اللي يقوم يضمد. فجبت الطبيب قال لي إذا ما بتتجبصن هاي بده يصير قرقرينة فيها، لأنه أنت عم تمشي عم تفتح هذا لازم تثبت وتقعد. هاش كيف أنا بدي أترك هون ولسه ما الاستنفار في كسروان وفي المتن وفي جونيا والآخر بهالشي. ومنطقة اللي احنا أخذناها منطقة غنية، أسواق تجارية بأغنى منطقة فلوس في بيروت، تجارة بنوك فنادق. حملت حالي أنا طبعا، إحنا أغلقنا طبعا. يقولون إن في عملية نهب كبيرة تمت لهذه المنطقة بحكي يعني بحكي كيف صار. أغلقنا الطرق كلها الجانبية بالألغام ميم ألف نشقول ميم دال، بحيث
ما سمحنا الدخول لهالمنطقة إلا من بوابات محدودة. حاولت بعض المنظمات وفي منهم قتلوا بعض الناس، منظمات فلسطينية ولبنانية، للدخول للنهب يعني. طبعا أثناء المعركة ما كنت أنا أقول أنه الجبهة الشعبية القيادة العامة، كنت جيب اللبنانيين مشان والله تحت رأي لبنانية، المرابطون، الاتحاد الاشتراكي، منير الصياد، وهلا يمكن بكرة بيسمعوا أنه هم اللي دخلوا، هم اللي فاتوا، هم كذا، حتى إبراهيم الخليلات والمرابطون لهلا بيحتفلوا بمعركة الهوليدي إن ولآخره بهالشيء يعني. الكل بيقول معركتنا. عم أقول لك يعني هذا اللي حصل، هذا بصدق يعني. وهنشوف كلامك يعني هيصير ردود فعل كثيرة. عم أقول لك يعني هذا أنا بحكيها يعني والله مو بفخر يعني، ما أعرف كيف، والله مجبر، وكنا بألم وفقدنا كوادر وشباب عزوا علينا يعني ومن خيرة المقاتلين يعني في عمون. طب ماذا بدي أفعل يعني؟ لهون خلص رجعناهم إلى ساحة الشهداء. رحت لعند الأستاذ كمال جنبلاط على بيته، استقبلني استقبال رحب. قلت له أستاذ كمال، هاي إحنا كانوا القوى الإنعزالية في القنطارة على بوابة الحمراء بهال 20-25 يوم، هاي رجعناهم إلى ساحة. مسافة قد إيه؟ كم كيلو تقريبا؟ هذا مدينة ما بتقدر تقول أنت بالأمتار يعني، شوارع كبيرة وضخمة ولا آخره، قلب بيروت يعتبر، قلب بيروت. قلت له أنا جاي لعندك وهي منطقة غنية وإحنا سكرنا كل الشوارع البوابات بالألغام، أنت زعيم الحركة والأحزاب الوطنية، تفضل السلم هذه المنطقة، بتعرفوا مين أصحابها، هالأموال لمين مشانها. وصدقا حتى هذه الساعة ما في هناك يعني، أنا بحكي لك تفتكر التاريخ بالضبط؟ أنا برأيي لو تسأل الأستاذ وليد جنبلاط، لأنه سأسأله، ولكن أنا عندي هنا أن عرفات أو الفتح دخلت في 6 يناير، عرفات عقد أول اجتماع 6 يناير 76، عرفات عقد أول اجتماع ودخل به على خريطة، أو قررت فتح أنها تدخل على الخريطة 6 يناير 76، ترأس اجتماع للمجلس العسكري الأعلى لمنظمة التحرير للبحث في وضع المحاصرين، طبعا في 3 يناير حصرت المخيمات. كان إمتى هذا؟ من 3 يناير لبداية ديسمبر 75، وانت قلت 25 يوم استمرت المعركة، يعني 25 يوم قبل حصار المخيمات ذهبت إلى جمهورية. كان تل الزعتر محاصر يعني، بدأ الحصار ومرات يفك، لا ومرات ينفك عنه، لكن الحصار الحقيقي تم في 3 يناير وتبيا وكله بعد ما أسقطنا احنا كل هذه المنطقة. أوكي، يعني نقول في أول يناير تقريبا انت ذهبت إلى الأستاذ كمال جنبلاط. قلت له تفضلوا أنتوا حزب التقدمي وأحزاب الحياة، استلموا هذه المنطقة. قال لي يا عمي أنا شو استلم المنطقة هاي؟ أنا كيف بدي أحميها هاي؟ قلت له إحنا سنبقى متواجدين على الواجهة مع القوى الإنعزالية بحيث أنه نمنعهم من أي هجمة معاكس، يعني بعمق 40-50 متر شارع شارعين، أما هاي من هون لهون انتوا يا استاذ كمال انتوا بتعرفوا مين اصحاب هالاغراض. قال لي يا عمي بالحرف الواحد، لا تدخلني مشاكل مع العصابات، السرقه والنهب والسلب. يا استاذ كمال مشان الله، فوقف هيك قال لي ابو جهاد، احنا صرنا بدنا عليه، بدنا ناخذ الكحاله وبسوس وبدادون، صرنا 7 أشهر كل يوم بيقولوا له في هجوم، مشان الله هالرجال اللي عندك ابعت لي اياهم لهناك، خلي برك ننهي هالموضوع. هذا انا ما كنت بعرف انه الاستاذ وليد جنبلاط تبع عليا. كان شاب صغير، كان شاب، فهو كان عم يسمع وعم يشوف، انا ما منتبه له. هو الاستاذ وليد ذكرني في هذه القصه. قال لي تذكر لما اجيت للوالد هيك هيك هيك, هيك, هيك كذا اشياء، اني انا كنت واقف وموجود على هذا الموضوع. أنا اضطريت انزل لدمشق حتى أعمل الجبس لأجري، ووصيت الشباب قلنا لهم احنا فقدنا خيرة شبابنا هون وهي الجرحى، فيا أخوان نرجوكم هذه منطقة لحتى نلاقي حل كيف يجوا أهلي، وشكلنا لجنة ليجي مشان أصحابين المحلات والناس يستلمون بعد ما رفض الأستاذ كمال جنبلاط هذا الموضوع. أنا أفهم من كلامك ده
أن هذه المنطقة حينما كانت تحت أيدي الموارنة لم تمثل محلات ولم تمثل بنوك ولم تمثل فنادق، وأنها لم يتم نهبها وسلبها إلا حينما وقعت تحت أيديكم أنتم. يعني ممكن يكون هذا الكلام دقيق، هم مثل ما قلت لك بسرعة يعني دخلوها بهجوم كبير كاسح دخلوها يعني. بقوا فيها كثيرا؟ لا ما يعني قلت لك أن لما بدأوا يدخلوا جينا إحنا يعني قعدوا لهم 10-15 يوم 20 ما نهبوش حاجة فهم يعني ما صار الوقت الكافي لهالموضوع، بينما إحنا قعدنا فترة طويلة إلى حين ما انتهت الحرب الأهلية لهالموضوع. لا بس دي كنقطة تاريخية بس عشان أيضا يكون فيها نوع من الإنصاف. ممكن أنا عم بحكي لك يعني إحنا يعني ما شفنا يعني علائم من النهب الكبير أو السلب الكبير لهالموضوع هذا. يعني السلب والنهب تم بعد ذلك؟ كيف اللي صار هذا؟ وهذا بداية الانشقاق في الجبهة الشعبية القيادة العامة اللي قادوه الإخوان في حركة فتح ضدنا. طيب أنت الآن ذهبت سوريا لتضميد رجلك لأنه تثبيت قبلها جمعنا كل الكادر القيادي والآخر يا إخوان هاي أماننا أمامي أمانة، ما بدنا ينسرق شغلة من هون، ما بدنا تنعمل أي موضوع إلى آخره، وهيئة مغلقة كل الشوارع بالألغام ما في غير لبوابات محدودة، وهي لجنة تشكل مشان تيجي أهالي أو أصحاب هذه المحلات لتستلم هذه المحلات. مع من تحدثت بهذا؟ مع اللجنة شكلناها من عنا من تنظيم. من عندكم أنت؟ من عنا من تنظيم. إلى ذلك الوقت التنظيمات الأخرى لم تكن قد دخلت. حاول تدخل في بعض منهم قتلوا بصراحة. ما في. تدخل لتنهب يعني؟ داخل بدها تدخل يعني ما في. وقلنا لهم اللي بده يجي يتفرج ويجي من البوابات الرئيسية. حاطين حقول ألغام حقول ألغام. يعني مو والله الشيء يعني سمحتم للفصائل انها تدخل تشوف النتيجه تفرج نتائج النصر اللي بدي احكي لك في المرحله الاخيره للتاريخ الجبهه الشعبيه دخلت معنا بقوه رمزيه جورج حبش وكان يقود ابو احمد فؤاد عارف كيف يعني لحمايه المنطقه والبقاء لا اخر مرحله بدنا نوصل سوق الجوخ بسموها الى ساحه البرج. يعني نستطيع ان نقول انت في الفتره دي كل اللي كان موجود معك 300 مقاتل تقريبا 600 مقاتل لا 600 منهم 200 جرحوا و70 قتلوا خلاص هذول طلعوا برات المعركة الآن بقي 300 يعني ولا كان بقي 600 300-350 إلى آخره وأعطينا للجبهة الشعبية قاطق قطيع صغير ليمسكوا في هالموضوع فأنا نزلت لدمشق ومضطر أنه والله سبت إجي يناير 76 يعني والله ما عاد أتذكر بدقة يعني هو مشكلة أنا مش لقي حاجة لتاريخكم ثابتة عيني طلعت في المصادر ومش قادر ألاقي شيء يعني لكن أنا بقرب التواريخ مع المصادر التي وقعت عليها فبعد 15 يوم يأتوني الرفاق من عنا وأسفي قلبهم وعقلهم قال إحنا ضحينا ومتنا مشان تشكل عصابات سرقة منظمة من عنا من الجبهة تقولون إيه يعني احنا حامين ناس منمنع الناس من هذا نعم قال والله متشكلة 4-5 عصابات بقيادة بعض الرفاق عنا على مستوى المكتب السياسي فعلا عارف كيف وسموا لك الاسماء طبعا انا بعرفهم طب للتاريخ قولها وعذرني لانه اثنيناتهم واحد مات قبل شوي قبل فترة في بغداد أبو العباس يعني هو اللي انشق عليك في سنة 76 فشكلوا عملية سطو في المنطقة هم اللي سطوا على البنوك مش من المقاتلين هذول انتبه عليها من الميليشيا تبعنا لأنه احنا الميليشيا مرات كنا نستعملها نحطها في محلات وطلعت يعقوب وأبو العباس كانوا يعني مسؤولين من هالميليشيا فالمقاتلين وقفوا في حيرة الأخر قلت أسميهم أحرجني يعني فأنا تأثرت كثير حقيقة فقدنا من خيرة رفاقنا في هذه المعركة وأنا ندمان صراحة ندمان على إيه بالضبط؟ على هالشهداء اللي راحوا يعني طب مش أنت اللي قلت بيهم المعركة؟ بس أنا مثل ما قلت لك كنا مجبر أخاك لبطل يعني غصب عنا وإلا يعني لو استقبلت من أمرك ما استدبرت لم تكن لتخوض المعركة ما نعرف يمكن يكونوا وصلوا القوى الانعزالية لرأس بيروت عارف كيف يعني
لهم بهذا الاتجاه. لكن في الاخر سجل في تاريخ الجبهه الشعبيه القياده العامه انها هي التي نهبت قلب بيروت. ما هو لو احنا هلا عم نحكي شاهد على العصر، فاذا واحد حاب يعرف الحقيقه فيسمع لي. قل لنا الحقيقه، احنا بنحاول نسمعها منك لان المدون في المصادر مختلف. ف رجعت وما نهيت يعني مرحله العلاج تبعي، وجمعت الناس وشفت بعيني شو صاير. ايه اللي شفته بعينك؟ يعني انه كيف مسلوبه، كيف مفتوح على الغلاءات تبع المحلات والبنوك، ولا ما في غير بنك واحد، بنك البريطاني. لا لا، بنك الريف هذا بالمنطقه تبع. والبريطاني مين اللي نهب؟ البريطاني لا، هذا الجبهه الديمقراطيه والحزب الشيوعي، او اكبر سرقه في تاريخ العالم كما يقولون البنوك. هم معروفه هاي القصه، اما احنا لا، ما في عنا الا في منطقتنا بنك الريف، لكن محلات تجارية كبيرة والآخرين. فأجيت جمعت كل هالناس وجمعت هذول الناس. فسر لي شوية الموضوع ده للتاريخ، لأنه يعني يعتبر علامة سوداء في تاريخ النضال الفلسطيني. فسره لي للتاريخ، عملية نهب قلب بيروت. فهم يعني أنا أجيت يعني جمعتهم، قلت لهم هذا اللي احنا توصينا مع بعض، حطينا دم فلان وفلان وفلان وفلان، هذول ما بدو يحاسبونا دماءهم مشان أنتوا تقوموا تنهبوا بعصاباتكم. ما كان امام القوات المقاتله اللي تقاتلهم. تخيل يعني عم نقاتل قوى نازاريه، هذه القوات ترجع تقاتل رفاق لهم جايبين ميليشيا وعاملين عصابات. احنا في عنا نوع من الديمقراطيه شوي يعني. تقدر تقدر حجم الحاجات اللي نهبت قد ايه؟ والله ما بقدر أعرفه، لكن بالملايين طبعا. عم اقول لك يعني في مشكل اللجنه، في واحد هلا عند عرفات في غزه اسمه ابو احمد حلب، هذا عمل شغلات نشق طبعا عنا. فقلت لهم عمل ايه يعني؟ يعني كان من اللجنة، من اللجان المشرفة تجيب اصحابين المحلات وتسلمهم المحلات بعد ما رفض الاستاذ كمال جنبلاط هذا الموضوع. يعني انتم شكلتوا لجنة للبحث عن اصحاب المحلات وتسلموا، ويجوا وفي كتير اجوا استلموا محلاتهم على فكرة يعني. وهذه المحلات التي استلمت لم تنهب؟ لم تنهب. في غيرها اللي ما اجا صاروا ينهبوه على الموضوع. قلت لهم احنا راح نعقد مؤتمر للجبهة، وكونكم انتوا اعضاء مكتب سياسي وفي لجنة مركزية، مشان ما تقولوا احمد جبريل اتخذ وتجاوز الانظمة وعاقبنا ووضعنا بالسجن او الى اخره، للأسف ستحاسبوا حساب عسير. فكانت هذه فرصة هؤلاء الناس ليطرحوا أرخيف ويتآمروا مع الإخوان في فتح على شق الجبهة الشعبية القيادة العامة. بس الانشقاق ده حصل في 6 أكتوبر 76. أم قال لك يعني هذا؟ لا أنا لسه هنا الآن في يناير 76، ما رحتش لأكتوبر الآن. أنتوا اكتشفتوا أن دول سرقوا ونهبوا متى؟ المفروض في يناير 76. يعني هو ما هو يعني تقدر تعقد مؤتمر وأبو طلال ناجي يقول أنه في 74 حذروكم، أو في بداية عملية انشقاق حصلت في المؤتمر الرابع في الجبهة في 20/8/73، أخد المؤتمر الرابع للجبهة الشعبية القيادة العامة وضعت في أدبات الجبهة وكذا، وحدث بداية عملية انشقاق محمد أبو العباس وفؤاد زيدان سنة 71. لا يعني مو يعني هذا الكلام يعني، وهم حذروك ولكن انت كنت مقتنع ببقاء فؤاد زيدان وابو العباس. ابدا، فؤاد زيدان مخلص للجبهة وبقي مخلصا حتى استشهد، ولم اعرف كيف يعني. يعني في بعض الاشياء ممكن الرفاق ما كانوا مشرفين عليها وعارفينها، بس انا في هذا المؤتمر احنا طالعنا 50% من اللجنة المركزية من الشباب حتى إيش جيل ورا جيل، من ضمنهم هذول يعني أبو العباس وطلعت وغيرهم، هذول الناس من اللي طلعوا إلى المكتب السياسي واللجنة المركزية في المؤتمر الرابع. لما صارت هذه القصة تبع وعدت الانتخابات، أنا بس هنا ملاحظ الذنوب كلها على رأس أبو عمار، لكن أنتوا عليكم ذنوب كبيرة. يعني ما بتصور أنا هذه الذنوب يعني أخطاء وليس خطايا. يعني اللي عمر أبو عمار خطايا وأنتوا بس عملتوا أخطاء؟ لا، احنا عم بحكيك أنا أنه احنا عبارة عن أخطاء،
يعني لو هؤلاء الرفاق خطأ كبيرة لا لو الرفاق المناضلين يتحولوا إلى لصوص أقول لك يعني المقاتلين عن فلسطين المفروض يوجهوا بقيتهم إلى الإسرائيليين ووجهوا اللبنانيين. اللي قام بهذا العمل بصراحة هو من جسم الميليشيا حسبتوهم طيب أم ما هو هاي قلت لك أنا إنه أنت بدك حاسب العنصر ولا بدك حاسب رئيس العصابة بدك حاسب رئيس العصابة أنت بدك تدعي إلى مؤتمر لأنه عنا في الأنظمة ما بتقدر هذا عضو لجنة مركزية ولا مكتب سياسي إلا إما اللجنة المركزية أو مؤتمر يحاسبه لأنه هو اللي انتخبه. فبدأنا نحضر لهالمؤتمر هذا وعرفوا هم إنه شو بده يكون مصيرهم فلعبوا لعبة وغلفوها بقصة لأنه الأحداث كانت متسارعة. قصة سوريا أنه طلبوا منك أن تصدر بيان يدين التواجد السوري في لبنان أنه القصة مشت بتسارع كبير جدا يعني بعد الفنادق والسوق التجارية قلنا نهب البنوك برضه وعرض لانك بتقول مش انتوا اللي نهبتوا البنوك وهم بيقولوا انه كنتوا اللي نهبتوا البنوك لا ما صحيح يعني بس انتوا بنك الريف لا كان بقطاع والمحلات كان بقطاعنا بنك الريف بس فكان في قطاعكم بس هذا ومين اللي نهبوا من الذين معك ها من اي عصابه قلت لك هذول الناس اللي هم احنا ادناهم والمقاتلين كادوا يشتبكوا معهم ويقتلوهم صراحه طيب البنوك الثانيه كانت في قطاع من كانوا بقطاع المنظمات الاخرى وأحزاب اللبنانية مين يعني أنا عم تسألني مين أنا ما شفت بعيني هذا الموضوع سمعت عارف كيف أنه هناك ناس لكن بتبرأ نفسك من هذه المسؤولية والتنظيم لا وهذا كل الناس بيعرفوا يعني اللي متابعين لهذه القضايا بيعرفوه يعني في هذا الشأن الناس دول ألم يلوثوا تاريخ النضال الفلسطيني طبعا ما هو يعني أنا ليش حزني كان انه احنا ناس مثل البرلنت مثل الجوهرة بتيجوا انتوا بتلوثوا نضالاتنا تخيل انت قبل سنة ولا سنة ونص عم بتقوم بعمليات استشهادية لاول مرة في التاريخ وتهز هذا الكيان ان اختل موازين القوى على الجبهة الانعزالية اجوا هؤلاء المقاتلين ليصدوا في دمائهم ونضع خيرة هؤلاء المقاتلين يعني كنت أنا أتصور أنه إحنا نوع من التطهر عنا تطهر كبير للغاية طب فكيف هذا التطهر ينقلب لبعض الناس الانتهازيين ليقوموا بمثل هذه الأعمال لكن أنتم أيضا لم تكونوا بحاجة إلى مال وإلى دعم لتمويل هذه العمليات ويعتبر هذا المال بالنسبة لكم مال حلال إحنا لأحكي لك هذا كلها مواد عينية يعني لا البنوك أنا أصد البنوك الفلوس البنوك أنا قلت لك والمواد العينية تتباع وتجيب فلوس فهم يعني هذا لا ثمو هذا بيستغلها أفراد عصابات أما مش تنظيم الآخر هم يتبعوا التنظيم وكانوا جزء من قيادة التنظيم وفي هذه المرحلة كانوا الإخوان الليبيين يعني غير مقصرين معنا في تقديم زيادة الخيخري لا هو ليش طيب أنت هلا سؤالها عم هلا حكى قلت لك ارجع لارشيف النهار شوف كميل شمعون شو حكى انه ناس عم بتقاتل بالطريقه الفيتناميه عم تسقط شهداء عم يدوسوا على شهداء ويمشوا بتتخيل انت بعدها نقبل احنا ان نلوث بمثل هذه التصرفات الشائنه في هالموضوع وهذا سبب بقول لك انا انشقاق في الجبهه الاخوان في فتح احتضنوا هؤلاء الناس الاخ ابو اياد وبدأ يدعمهم ويعززهم إلى آخره وتم استغلال هلأ الموضوع السوري اللي رح نحكي عنه ليخفوا الحقيقة المرة اللي هي السبب الرئيسي والأساسي اللي عمل المشكلة أنا أحب أن ألتزم بالتواريخ والأحداث حتى لا أستبق هذا الذي حدث عملية انشقاق في أكتوبر 76 ربما نعود إليها بشكل من أشكال الخاتمة لكن الآن أنا في يناير وحصار المخيمات الذي تم في 3 يناير ودخلت المنظمة فعليا في المعركة في 6 يناير 76 عرفت رأس اجتماع للمجلس العسكري الأعلى لمنظمة التحرير هل شاركتم في هذا الاجتماع؟ طبعا 6 يناير 76 مشاركين بمندوب شارك 9 فصائل في هذا الاجتماع كنتم أنتم من هذه الفصائل وفي 13 من يناير عام 76 دخلت فتح فعليا في المعركة وكانت معارك يناير 76 معارك قاسية للغاية شاركتم في هذه المعارك؟ قلت لك كل واحد أخذ قاطع وجبهة احنا عم نحكي على حول هذه الجبهة هون ما انتهت لسه مع هذه المعركة في وسط بيروت كانوا الأخوان السوريين
طرح الرئيس حافظ أسد كما قلت لك الوحدة النضالية بين النواه. دي ربما لسه كانت في إبريل، بس خليني الآن. سليمان فرنجية اجتمع مع الأسد في دمشق في 14 فبراير 76 وأعلن اتفاقا اعترضت عليه الحركة الوطنية، ووقع الصدام بين منظمة التحرير وسوريا في تلك الفترة، صحيح هذا؟ في 31 يناير 76، خليني هذا ليس مهم، ولكن في محاولة انقلاب قادها عزيز الأحدب في 11 مارس 76 تمت بدعم من حركة فتح. لديك معلومات عن هذه المحاولة؟ لا سيما وأن علي حسن سلامة مسؤول حرس عرفات رافق الأحدب إلى محطة التلفزيون ليعلن انقلاب. يعني هو مثل ما حكينا تحدد عاد معسكرين، في معسكر قوى انعزالية متحالف مع بدايات تحالفه مع الإسرائيليين، ومعسكر وطني احنا كفصائل مقاومة وأحزاب وطنية لبنانية في هذا الاتجاه. هون دخل الإخوان السوريين. ما دخلوا مباشرة الإخوان السوريين، أرسلوا جيش التحرير الفلسطيني إلى بيروت، وكان أيضا عندهم الصاعقة ومنظمة كانت قوية بقيادة المرحوم زهير محسن. فحصل رأسا لما صار تفكير سوري في الدخول إلى لبنان، رأسا اجتمعت بعض الناس بدون علمنا، الإخوان في فتح في الديمقراطية، وهاجموا جيش التحرير واعتقلوا قائده اللي هو مصباح البديري، وهاجموا الصاعقة وبيت زهير محسن، واستطاع نفد بأعجوبة. طبعا دول موالين لسوريا، أم أقول لك، بحيث أنه ما عبدهم الموقف السوري. وهون دخلوا العراقيين على الخط بقوة كبيرة، ودخل أنور السادات أيضا بقوة كبيرة على المسرح السياسي اللبناني في هذا. لكن أيضا المشهد اللبناني هنا كان يتقلب بسرعة، التحالفات تتغير بشكل كبير جدا، رغم أن سليمان فرنجية في فبراير كان عند الأسد واتفق معه، واعتبر هذا انقلاب على منظمة التحرير. في 16 إبريل عقد الأسد مع عرفات اجتماعا، وقعت اتفاقية بين الطرفين، وفي 19 من إبريل سيطرت القوات السورية على الحدود وتدخلت بقوة، لواءان مدرعان وكتيبة مشاه دخلوا سهل البقاع. في 12 إبريل بلغ عدد القوات السورية في لبنان 17,000 مقاتل، وفي 13 إبريل فرض حظر على رسوب السفن في ميناء طرابلس، وكان هذا الميناء الرئيسي لمنظمة التحرير. قوات الصاعقة بدأت تعمل ضد الفلسطينيين حتى أنها قصفت في 8 إبريل مخيم شاتيلة، لكن كل ده تغير 19 إبريل بعد التدخل السوري، وقيل أن سوريا دخلت للحفاظ على الموارنة وليس لدعم الحركة الوطنية الفلسطينية. يعني أولا عندما دخلوا الإخوة السوريين نحن لم ننزعج من هذا التدخل، نحن كفصيل طبعا، لأنكم أنتم سوريا جيب واحد، مش بهذا المفهوم. ما البقية المفهوم؟ في حرب أهلية قذرة جدا في لبنان، هذا العربي يقتل بعض البعض وفي الشوارع وأطفال نساء، لكن في النهاية في تحالف بين الموارنة والإسرائيليين. التدخل السوري كان يجب أن يتم لحساب الفلسطينيين وليس لحساب الموارنة. لسه هذا التحالف سري، أنا جايك في، لكن كان معروف يعني. لا لا، كان سري، مطلعين إحنا كأجهزة أمن يعني على المواضيع. طيب ما هو أنتم اللي بتاخدوا القرار يعني. أقول لك يعني، طيب هذه الحرب الأهلية كيف يمكن أن تتوقف؟ هذا السؤال سأبدأ به الحلقة. أنا كنت أسأله في اجتماعات بحضور الأخ أبو عمار، هذه الحرب يا أخوان لوين بدها تمشي؟ في الحلقة القادمة أبدأ من هذا المحور الهام، محور التدخل السوري بقوة في لبنان في إبريل عام 1976، ومسار الحرب إلى نهايتها وإلى وقف إطلاق النار، والفترة التي انتهت بجمهورية الفكهاني قبيل التدخل الإسرائيلي عام 82. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.